تصدق كنت عيل محترم. يا لهوي، لا انا عيل بريء ومحترم وبراءة تكاد تصل لمرحلة السذاجة كمان. للدرجة دي؟ اه. كدبت عليهم في ايه تاني وما عرفوهوش؟ إيه لا انا ما كنتش كذاب. خبيت عليهم ايه تاني ما عرفوهوش؟ لا ما كانش عندي والله يا وفاء حاجات اخبيها خالص خالص، لكن مثلا كنت بتصرف بتلقائيه كده فيحصل عندها مواقف. يعني مثلا افتكر وانا صغير امي بعتتني اشتري حاجات، فاشتريت لها الحاجات اللي هي عايزاها وبقى معايا 50 قرش. فانا دايما بشوف ابويا هو داخل من البيت بيبقى جاي معاه بطيخه، فانا لعبت في دماغي كده ان انا ليه ما بقاش زي ابويا واخش لها اجود. يعني انا جبت طلبات البيت اخش بالحته الزياده بتاعتي يعني. فاللي باقي معايا 50 قرش بالظبط، فمعدي كده لقيت عربيه بطيخ مكتوب عليها 50 قرش. هو ده سعر الكيلو. انا افتكرت ان البطيخه ب 50 قرش. فوقفت بقى ايه، فروحت رايح للراجل قلت له انا عايز بطيخه، راح وزنها قال 4 كيلو الا ربع. قلت له انا بالنسبه لي 4 كيلو ولا 7 كيلو ما ب 50 قرش في جيبي. قلت له تمام. راح وزنها وحطيتها في كيس. قلت له لا ناصح بقى. قلت له لا افتحها لي بقى وادوق. الله. فراح فاتحها ودقت وطلعت مسكره وحمرة. مديله ال 50 قرش. قال لي ايه ده؟ قلت له ما مش مكتوب 50 قرش. قال لي ده سعر الكيلو. انا مش فاكر بقى غير ان انا كنت بجري وهو بيجري ورايا بالسكينه بتاعت الموز دي اللي هي المدوره دي. وانت دقتها ومسكرها. وانا كلت نص البطيخه وانا واقف طبعا. يا خساره البطيخه. والراجل بقول لك جري ورايا لحد البيت تقريبا. فهو انا بتصرف بسذاجه او بتلقائيه، لا عايز اعمل ده. فانا كنت طفل عامل كده لكن ما كنتش بجري. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش إت، ما تخليش حاجه تفوتك.